ما نشوفها. سهيل نفس الشيء يقصدها ولا لا؟ بكل صراحه بتقول لك شغله من حوالي لحظه، مش الاسبوع اللي طف اللي قبله، كومن لاعب بايرن ميونخ سجل هدف، سجل هدف هيك بهذه الطريقه، ولكن اعترف. قال انا قصدي ارفع الكره، ولكن دشت بالمرمى. يعني مدرب غير صادق، كذاب، مبين كذاب. ليك لان عبد الله قال انا اقول لك ليش انت بتقول انا بس شوف شوف لما لعبها وين راسه، وين راسه بالارض 100%. هذا واحد اثنين. بعدين في شغله، لم ينظر الى زاويه الحارس ابدا ابدا، مش انه طلع على الحارس. انا برايي هيدا بالحظ، بالحظ. اي بالحظ. وما تصدق تصريح اللاعب مع انه يقول المدرب الحراس بلغ انه رايه راح يكون متقدم. خي هيدي هذه قص فيها على هيدا، خيله يقولها بالاعلام. تعال لك شغله، لو 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 كان دييغو ارماندو مارادونا بصدقه، لو كان حاجي لاعب روماني سابق بصدقه، ولكن كمان لا، مش ممكن يعني. كم كره جت مثل هذه انه يلعب كره عرضيه بالطريقه هذه؟ خليني اقول لك، انا احسب كم كره، يمكن هذه الكرة الأولى له. نعم. من كرة واحدة بتسجل، يعني أنت جايت كذا كرة ولاعبها متعمد ورا كل كرة بتلعبها كذي. ما ما بيصير. ما يصير. نعم. فبالتالي اثنينكم تشوفون مستحيل مستحيل. أنا أصيده بشغلتين القائم الثاني ستيرلينج، وأصيده راسه بالأرض لما لعب الكرة راسه بالأرض. نعم جميل.